هنسمحوا لنا نرحب بالدكتور خالد سعد الخبير الأثري وانضمامه معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور خالد. صباح النور يا أستاذ باسم. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. الحقيقة بيأتي هذا التقرير إذن من موقع The Travel الكندي وينضم إلى قائمة العديد من التقارير اللي بترشح إلى وبتتوجه إلى السائحين بدعوة لزيارة مصر وجعلها من أهم الوجهات السياحية في هذا العام 2023. من وجهة نظر حضرتك لماذا يعني التوجيه او مش التوجيه ولكن لماذا ترشيح مصر؟ ويعني عايز اقول لحضرتك ان هو او عايز اسال حضرتك لماذا بنجده في العديد والعديد من المواقع المختلفه وهذا العام تحديدا 2023. هو في الحقيقه طبعا في اكثر من جهه بترصد الوجهات السياحيه، منها مثلا مش مواقع او منظمات، هي جهات بتبقى جهات مجتمع مدني في بعض الدول الأجنبية، إلى جانب بعض الجهات السياحية والوكلاء السياحيين في العالم بيبتدوا يضعوا خريطة لأفراد الشعب عندهم أفضل الوجهات السياحية التي يرشحونها له. في الحقيقه ان مصر دايما بتحتل مكانه دائمه ومستمره ومنافس قوي جدا في اعتبارها احد المقاصد السياحيه العالميه. طبعا تميز مصر طبعا بالحضاره المصريه القديمه او ما تسمى بالفرعونيه، ودي لا ينافسها احد على مستوى العالم. طبعا انت حضرتك عندك مناطق شاطئيه كبيره وإن كان ينافسك فيها بعض الدول، ولكن مثلا بتتميز بوجود تاني أفضل مواقع الغطس في العالم زي الدهول، بالإضافة إلى إعداد بعض المواقع الجديدة زي الدبة والخطيبي وراس بيناس والهاوس دولفين في منطقة مرسى علم. حضرتك دلوقتي من أفضل الأماكن وأرخص الأماكن على مستوى العالم كمقصد سياحي. طبعا الاجانب بيدوروا يعني هم هيروحوا فين وهيصرفوا كام وهيقدروا يشتروا ايه، وان كان طبعا مصر يعني يلزمها في الفتره القادمه وجود بعض المنتجات السياحيه كنوع من انواع الدخل الدولاري لصالح الوطن وزياده هذا المنتج بشكل كبير جدا وانشاء كم كبير جدا من المنشآت الصناعية القائمة على المنتج السياحي، لأن ده بيعتبر هو مورد أساسي في عملية الترويج للسياحه. هم بيدوروا على البلاد الرخيصة سواء بقى فندق ومنتج ومزار سياحي. بشكرك دكتور خالد سعد الخبير الأثري على وجودك معنا في هذا الصباح.